متفقين بعد الجائحه كيجيو الكليان كيجيبوا ماتريال ديالهم كيطلبونا بالكمامه كيطلبونا بالوقايه ديال الماتريال فهمتيني ديال التباعد مازال مسائل ديال التباعد ما كندخلوش الناس كاملين بعد الايام ديال العيد الفطر كنخليو الناس برا حتى كندوزو بعد الزبناء عاد ممكن كندخلو هذيك اللوازم ضروري ديال الوقايه ديال الماتريال كاينه لانكو عندنا الماتريال عندنا لانكول عندنا الليغات عندنا الكمامات عندنا فازال الخوف ديال الكليان كيدخل كيسولك اول سؤال كيقول لك واش كتعقموا الماتريال واش ما كتعقموش واش ممكن نجيب الدوزان ديالي كاين اللي كيجيب الدوزان ديالو وكاين اللي كنعقمو حدا الكليان ما كنسلو ما كننزلو ما كيجلس الزبون كنعقمو الماتريال قدام هو كيشوف شويه ما بقاش الخوف كيما شحال كيما الاول ما بقاش الخوف كيما شحال هذه شحال هذه كان يشوف جوج الناس جالسين في الصالون ما كيبغيش يدخل كيقول لك تيخرجوا الناس عاد ممكن ندخل انايا لا دابا الامور مزيانه الحمد لله اللهم لك الحمد الامور غاديه هي هذيك الكليان ما بقاش عندهم تخوف بزاف على هذا الشيء زعما ديال كورونا وديك الشيء هو بالنسبه للتعقيم يعني في محل حساس بحال هكا يعني الطريقه باش كيتعاملوا هما مع الكليان ولا الطريقه باش كيتعاملوا مع الماتيريال اللي عندهم يعني كنشوف عندهم شي حاجه بروفيسيونيل بزاف لان كيتعاملوا كيعقموا الماتيريال كامل انا شخصيا فاش كنجي كزبون يعني في اون فوا كنجلس باش كيحسن اللي قبل مني ما كيوليش يستعملوا ماشي ما كيوليش يستعملوا ولكن كيعقموا كنشوفوا كيعقم قد يعني بلا ما نحتاج نقولها ليه يعني وهاد القضيه هذه زادت بزاف مور الجائحه مور هاد العامين ديال الجائحه يعني هما ولاو يعني خداو الاحتياط ديالهم بزاف لان اي تهديد للكليان كيشكل لهم حتى هما تهديد لان الا لا قدر الله وتصاب عندهم شي واحد ولا كان شي حاله بانت عندهم يعني تشكل المحل غادي يتاثر وما كحلاقه يعني غادي يتاثروا من ناحيه ديال الكليان ديالهم ينقص ولا يعني هما كانوا حريصين ان يكون عندهم الكليان في الاولويات عندي الماتيريال انا هو اللي شاري لي الماتيريال هذا المحل من عنده خديت الماتيريال يعني الا سافرت تندي معايا الماتيريال ديالي كنستعملو لراسي ولكن ما نمشيش عند حلاق اخر لان يعني فوا كتكون مولف حلاق ديالك ما تقدرش تبدلو يعني واخا تمشي عنده هما نيت كتكون كتحسن عند واحد ما تحسنش عند الثاني يعني مولف بسيشيك مو كتولف انك تحسن عند واحد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.